فنجد الكثيرين جدا ممن لا مانع لديه من عمل المحرمات العامة والخاصة، فهو يكذب ويستغيب ويؤذي المؤمنين، واخر يشرب الخمر ويتعامل بالربا، واخر يزني ويلوث، وكثيرون جدا هم الذين يعتبرون سلوتهم التلفزيون بما فيه من اغاني محرمة وصور خلاعية ومسلسلات اجنبية لم توضع ولم تؤسس اصلا الا لاخراج الناس عن ورعهم وعفتهم ودينهم، وليتهم حينما يملكون جهاز التلفزيون ان يستعملونه ان يستعملوه بالحلال، فلا يغضب الله سبحانه وتعالى لكانوا احسن صنعا نسبيا، ولكن لذة النفس الامارة بالسوء انما هي بالعصيان والطغيان والتبرج امام الله سبحانه وتعالى.